الشتا يا زوا عيال الأولين. رحلة تاريخية ما تنسي، 32 بحار كلهم ما يهابون المغامرة ويعشقون البحر. مهمتهم السير على خطى الآباء والأجداد والإبحار لمدة 45 يوم، ولكن تحديات صعبة بيواجهونها البحارة. شلون ضربت البشارة؟ الرحلة كانت صعبة على الأوليين وما بتكون سهلة على اللي رايحين. هذه هي رحلة فتح الخير الثانية، الهند. قربت نهاية رحلة فتح الخير اثنين، والقفال على وشك. كل اللي يهدى على اسطاح المحمل عشان شوفة الدوحة. عليهم يبندرون بآخر مكان عشان الميرة، وهو مسقط. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. جانا الامر ان احنا ندخل عشان الاحتفال، وهوانا اول واحنا طالعين من بدر خيران، فامورنا طيبه ما يحسن خاير. قلبنا البياوير وحين بطل حبال الدرون وبنخاطب ان شاء الله خطوه. جواكم الله يا جماعه. طيب احب اول شيء اشكر ناخذ على الثقه الغالي اللي اعطاني اياها، وان شاء الله قاعد احنا ان شاء الله. أسياف عمان ينضرب فيها المثل من الجمال. مسقط حلوة، لكن الشباب ودهم يحركون الحين قبل بكرة. شفت هذه مسقط؟ اي ما شاء الله. وهذا هني قصر العلم، شفت الأزرق هذا؟ قصر العلم، وجنبه قصر قلعة الميراني الجلالي في مسقط. هذه قلعة الجلالي. فمسقط انت تشوفها الحين، هذه مسقط يعني كمسمى مسقط، هذه من هنا يعني في وسط هاي الجبال، هذه في وسط هذه الجبال، بعد هذه الجبال هذه كلها مسقط. هنا عندك مطرح، ولايه مطرح تابع لمسقط. رفينا الاشراع على اساس ان وصلنا المينا، والحين بنشغل الماكينه لان ممنوع ندخل. السلام عليكم. معانا من شباب عمان، معانا من من مملكه البحرين، ومعانا من طبعا من الشباب القطريين، فالحمد لله صارت الالفه بيننا بين بعض. هذا يدل لنا على دول الخليج، الشباب الخليجي. نعم. يقتفون اثار ابائهم واجدادهم اللي من قبل في عبور البحر. سفيرنا القطري انتهز فرصه وجودهم وغدا جماعي. أتوقع المركب اسمه مركب شباب عمان، مركب شراعي. سمعت أنه في مخدين لفة على الخليج، رجعتهم حق عمان، رجعتهم حق العاصمة مسقط. يعني احتفال كبير بالنسبة لهم
اتوقع انه اخذ لفه على العالم من قبل. سمعت انه في انهم ماخذين لفه على العالم. يقدر يلف على العالم هذا؟ طبعا يقدر بهالحجم وبهالامكانيات وبهالتجهيزات يقدر. مع استعدادات الرده ياتهم علوم ما تسرهم، الهوى بيكون مصلب عليهم. يعطيكم العافية يا شباب. إبراهيم خليك قدامي بس بطل الحبال على ستن خاير. شباب كل الحبال مبطلة، الشباب اللي قدام يلا قواهم الله قواهم الله. يعطيكم العافية يا شباب. يا كريم يا الله 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 يا كريم يا الله. سالم لازل لازل شوي هناك حبل حبل الرويسي ما. واحد من الأحبال فرق خربط بينهم وعطى حبل بدال حبل. جاهزين جاهزين واحد اثنين ثلاثة. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم إيه فعل إيه إيه الحين الحين كان المفروض الخير بالشراع القيلمي قبل الشراع العود. احنا خيرنا بالعود قبل، كان ضيعت مجهود وايد حق الشباب. هو المفروض اول القيلمي وبعدين الفرمل العود. الشراع الصغير يا شباب. يا كريم يا كريم هو هذا يا كريم. يعني مو بخطا من حمد ولا اي خطا من اي واحد من اليزوى، خطا في التركيب اصلا. اليامعه ما كانت مثبته من قبل. الحين بنعرف ان شاء الله الشراع القلمي ونعدل المشكله هذه ان شاء الله. قلت له بيض الوجه. الله يرحم والديك. انت ماسك يا شباب. امسك 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 يا ابو سعيد. هذا الحبل خل بحط الحبل هذا. راس الحبل مسالم، راس الحبل ربطه في حبل ثاني. يقيله هي المدور، هي البوليه اللي في وين؟ يرديله اللي داخل اليامعه. اللي داخل اليامعه، فهاي وانتم تخطفون مساعه طاحت. نعم. فمع الطيحة مع الطيحة فرطت، لكن رب سترها ما طاحت بحر وطاحت فوق على راسي. على راسي شوي شوي اللي هي طايحة. اسمع زين اسمع الوامر يا ابو سلام رامر يا ابو راشد مع الحبل فوق اللوح اللي انت بالصنفير صح؟ الحبال اللي كانت طايحة على الأرض دستان على حبل من الحبال بريل اليمين وزلقت جيت بوازن نفسي حطيت ريلي اليسار على الاسطاح وافترت عندي الركبة. الحركة صارت فيني حركة صابونة من حركة غلط، فقلت حق الشباب أنا الرابع أول ما طحت على الأرض قلت لهم بسرعة بسرعة صوروا لأن هذه الذكرى. شباب أخونا حمد تعور فالحين أنا بنوب عنه. ما يجيك إن شاء الله. بنرفع الفرمن العود بنوخره شوي من مكانه. عشان نخاير بالقيلمي ونرجع في النص. جاهز؟ زين الحين شوفوا الفرمل الصغير يا شباب. روح استلم اليوش. انتوا محمد ابراهيم ها؟ جاهزين يا شباب؟ يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم وين الفرمل؟ يا ابو طيب يا ابو طيب يا ابو طيب. أحب بنخطف مرة ثانية وبنرفع الشراع العود. كيف؟ بعورك يلا يا حمد يلا يلا خلاص في نخطة لا 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 بات سمعتني؟ بس كذي ما تسحب؟ لا مو بسحب بريلي تكرم ما اسحب لا بس بعد على ريلك لا تسحب بس لا خلي على هذا يا كريم. خطفنا الحين الشراع الاول وباقي لنا قيلمي. الحين قاعد اربط حبل الرويسي. شلون نروح عقب شويه على القيلمي ونرفع الشراع القيلمي. اليزوه مو مقصرين لكن الهوى شكله بيغلبهم والهمام الله يعينهم عليه. في تخوف من ناحية صدر المحمل واليسد مع ربط الحلاقيم يبي لها تثبيت. احنا الحين خلصنا تقريبا بعض
الانجازات المهمه اللي لازم نسويها عشان نثبت الشلامين والعطف بيننا ببعضنا البعض. عندنا بس هالشلمان نبي نثبته من تحت الحزام هني وتحت الحزام هني على اساس انه ما يرفع ليان، وان شاء الله انه يساعد الموضوع. الجأوا للمكينة لين ما يوصلون المدينة. شغل يلا يا شباب، يلا سريع. حبل الفشية على قبل البروانة، وبهالشيرة المحمل صعب انك تتحكم فيه. حسينا ان في البروانة في شيء، وقفنا ونزلوا الشباب وسالم وعلي جزاهم الله خير. اتوقع ان ضربنا حبل، لان ما شاء الله هني وايد في قراقير وحبال قراقير، ان شاء الله بتنحل. موضوع بسيط باذن الله. المحمل افتك من الشيرة. الهواء انترس عليهم. أحسن حل في هالظروف هو بندر، وبيتريثون لين ما تتعدل الأمور. فتح الخير وصل للبندر. اصبر عليه بس، الشد عليه اصبر. فانا كلمت النوخذة، قلت له لازم احنا نغير مجرانا ونقرب حذا الساحل. بعد ما جينا عند خور بكان، طبعا الجبال هي اللي صدت الهواء، لان الهواء جاي من الشمال. امورنا طيبه للحين، وان شاء الله بيسهل علينا للدوحه. احنا بيوم قبل الاخير للقفال، والجماعه يعدون الدقائق والثواني. الحمد لله على السلامة يا شباب. الله يسلمك. الحين تقدر تقول الحمد لله على السلامة. ايه وصلنا الحمد لله. وين من ساعة؟ ايه والله كان هوا قوي صراحة. هوا قوي. شفت لما قاعد نشد الحبال؟ ايه ما تقدر البيور هذا ما تقدر تشده. شفت شلون كلنا يانا الراش الماي؟ نعم. كلنا تبلنا وصادنا برد. بس لا الحمد لله، الحمد لله وصلنا هني. وقفنا نزلنا البوار الحمد لله، والهواء بعد الحمد لله طاح الحين. واليوم فتح الخير يرقى في البحر. احنا بيوم قبل الاخير للقفال، والجماعه يعدون الدقائق والثواني. ولا ما قصرتوا انتوا يا اليزوه، وكنتم متعاونين معانا، ولا تاخذون علينا اذا احنا ضغطنا عليكم. يعطيكم الصحه والعافيه، والله يكثر من امثالكم. يا شباب صراحه ما قصرتوا، جزاكم الله خير، وبيض الله وجهكم الجميع، يعني ما في واحد دون واحد. الرحله هذه انا ناطرها من زمان، الحمد لله ان رحت وياهم وتعلمت آلة الشراع، يعني مثل خنقتني العبره اول ما وصلت الهند، قلت نرجع حق اجدادنا وشلون كانوا في البحر، شلون يتعبون، وشفنا هذا التعب يعني، والحمد لله ما قصر الربع، وإن شاء الله نرجع بالسلامة إلى دولة قطر إن شاء الله. صراحة الرحلة ترى ما تعوض، واليزوة الموجودين صراحة ما فيهم مكسور، بيض الله وجيهم.
وما اقدر اعبر عن شعور اكثر من هالشيء صراحه. رحله حلوه وتراثيه الرحله ما تتعوض الرحله يعني بصراحه. والله رحله زينه، الرحله الاوليه احسن وهالرحله الثانيه احسن واحسن، عرفنا على شباب قبل الرحله الاولى والثانيه الشباب بعد ربعنا صاروا ازجل بعد. احب اشكر شكر خاص لدار المؤسسة كتارا كون احيت مثل هذا التاريخ وذي الفكره الحلوه اللي طرحتها اني اعيد الشيء اللي مضى. وبالمره تعرفنا على اخوت ورباع وربع انشد بيهم الظهر ما قصروا. الحمد لله جاني مولود، جاتني بنت صغيره. الله يعزك. كنت في الهند سويت لكم هديه صغيره يعني وسامحوني عليها طبعا يا شباب. والله صراحة هدية هذه هدية ما تنسي يعني. شوف الهدية هذا محمد عليك شو بتسوي اذا شفت عيال خلع؟ لا 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 مرت 45 يوم ومن تركوا سيف كتارة كانوا اليزوة عارفين أن وراهم درب طويل ومو بسهل. الشوق والحنين للأهل والوطن وتكملة الرحلة صاروا مزيج صعب الواحد يشرحه. يلا سي سي يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. أحلى لحظة كانت أول ما خطت رجلي على المحمل. كنت أطمح بشكل مو طبيعي إني أكون من ضمن اليزوة والحمد لله الله قدرني يمكن من ضمن اليزوة. اليوم شفنا بوابة الهند، هاي كانت أحلى أيام الرحلة. أفضل اللحظات اللي كانت في الرحلة لما نوصل البلاد ويستقبلونا. استقبال أهل سور لنا كان معاهم استقبال مع أطفال، تذكرت عيالي يعني حتى العبرة جات. والله سور أنا ما رحت من قبل أول مرة أروحها، بس يوم شفت أهلها ويوم شفت استقبالهم لنا يعني كأني بين أهلي وزيادة. والله هاي من أول يعني موقف ما أنسى. ولما يودعونا بيذكرونا في أهلنا يوم ودعونا في الدوحة. الشوق الصراحة ما يوصف العائلة وبعدها الغيبة الطويلة يعني 45 يوم مدة مو بسيطة. أنا بنفسي مو قادر أتصور شلون لحظة وصولنا حق سيف كتارة شلون بتكون. يعني أكيد 100% الدموع بتنزل، يعني دموع مع فرحة، شلون؟ الله أعلم، شلون تطلع الدموع مع فرحة؟ الله أعلم. اشتياقنا حق الأهل وقطر يعني لا يوصف، شعور لا يوصف الصراحة يعني هاي من القلب. أنا مو بعرف يعني ما مهما اقول لك ما راح اوفي بالشعور اللي انا فيه حاليا، ما راح اقدر اقول لك انا ايش بيصير فيني لما اوصل. انا مشتاق حق اهلي في الدوحه وبقدر اباي واجدادي اللي كانوا يتحملون 6 شهور مفارقين اهاليهم وعيالهم في بلدانهم. 45 يوم مستعد اعد لك اياها بالدقائق، لكن انسى كل شيء وكل الارقام هذه مجرد ما تشوف سيف كتارة وتشوف اهلي. فتح الخير ترك بصمة حلوة من الذكريات، وبقولة الكل إنها رحلة ما تنسي. أنا ما أعتقد أننا جايين يشاركون معنا في سمنا اللي هو مهرجان المحامل. أنا شعوري كان أخذ، أنا أولاً الحمد لله أني أنا خلصت الرحلة هذه على أكمل وجه وبسلام، وأشكر الشباب اللي معاي هم يدي اليمين. يا الله
كل الاحساس والكلمات صراحه ما قدرت اعبر. شفتهم قدامي صراحه فرحتي بشوفه كل الربع والاهل ما توصف. يعني سيدي سمو الامير الوالد هو اللي شجع عليها رحله الاباء والاجداد. بعد الامير الوالد الله يحفظه ويطول في عمره ابو مشعل صراحه شال التعب خلانا من زود الفرحه يعني ما اقدر شو اقول لك. شو اقول شو اخلي يعني ما في. مستانس وايد 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 والله مستانس. حنقتني العبره بس يعني قدامهم مو بقدر اطلعها. وحشنا وايد والحمد لله بعد هالتعب شفناها. استقبلتني الوالده على الساحل، الوالده وزوجتي وعيالي. نورت عيوني بابا يويو. احس بفرحه صراحه ما توصف. يعني ما شاء الله ما قصروا في الاستقبال وما شاء الله يعني بيض الله وجيههم. انا وايد استانست ان اخويا رجع الدوحه بسلامه وانا وايد اشتقت. بعد ما اخذت هالرحله انا صراحه حسيت بمعاناه الاباء والاجداد. الشيء اللي كانوا يخوضونه يعني يشهد الله انه مش شيء بسيط. طبعا احنا ما شفنا حتى على قولتهم نقطه في بحر المعاناه اللي عانوها ابائنا واجدادنا. ما ادري ما اقدر اوصف ان شلون هم عاشوا في ذاك الوقت واحنا هني نحاول نعيش حياتهم بالصعب الصراحة. الله يرحم الأباء الأجداد. يعني أتوقع أنهم كوكب ثاني على الصبر اللي عندهم. صراحة هذه الرحلة من أروع الرحلات اللي بحياتي. ذكريات فتح الخير راح تكون في قلوبنا ما راح ننساها. رحلة فتح الخير 2 تاريخية. راح نفسي رحلة فتح الخير حلم وتحقق.